إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن أنواع السرطان، سرطان الفم والبلعوم والجهاز الهضمي. سرطان الفم والبلعوم والمريء يعتبر الفم والبلعوم والمريء الممر الرئيسي الذي يمر به الطعام في اتجاه المعدة. من الواضح يعني أن أي ورم يصيب تلك المناطق ويسبب صعوبة في البلع أو مرض شائع يصيب الإنسان خاصة يعني في الشتاء نتيجة يعني إصابته بالإنفلونزا أو الجراثيم الهوائية التي يعني تفضل البقاء في تلك المناطق لتوفير يعني الغذاء ويعني الأكسجين. لكن عندما يكون هناك صعوبة في البلع وتستمر لفترة طويلة وزيادة الألام مع مرور الزمن بدون سبب واضح فقد تكون تلك الأعراض انذارات مبكرة للسرطان. وأيضا من الواجب استشارة الطبيب في هذا الموضوع. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.